صباح الخير على كل مشاهدينا، اهلا وسهلا بحضراتكم، برحب بيكم معانا وحلقه جديده ولقاء جديد مختلف جدا. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وكل المصريين طيبين، كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير يا رب. طبعا هذه الايام المحلات الحلوى، الشوارع، الزينه، مصر شكلها مختلف جدا. زي ما بنقول دايما انه في مصر فيها حاجه حلوه، فيها حاجه مختلفه عن كل الدنيا. مش ممكن هتلاقي في بيت زي بيوتنا المصريين شجره الكريسماس وحلاوه المولد وعروسه المولد موجودين في نفس الوقت. كل الناس ماشيه بتهني بعضيها بجميع المناسبات اللي يا رب دايما يديم على بلدنا الافراح والاعياد. بالتاكيد النهارده يوم مختلف على كل البشريه، على الامه الاسلاميه. زي النهارده سنوات طويله جدا كان بعثت او كان بدايه الخلق او بدايه وجود الرسول عليه الصلاه والسلام يوم مولده، اللي اصبح بعد كده رحمه للعالمين، واللي اصبح بعد كده الهادي، واصبح بعد كده القدوه، الاسوه الحسنه اللي احنا المفروض دايما لما بنجيب هذه السيره العطره، سيره الرسول عليه الصلاه والسلام، بنتكلم على انه فخر طبعا مما لا شك فيه، وانه كمان القدوه والاسوه الحسنه اللي احنا المفروض ان احنا نقتدي بيها. النهارده زي ما بنقول يوم مختلف، وطبيعه الحال حلقتنا هتكون مختلفه. دايما كان المصريين قبل العصر الفاطمي كانوا بيحتفلوا ايضا بالمولد النبوي الشريف عن طريق تلاوه القران، عن طريق المنشدين والاناشيد اللي هنسمعه طبعا النهارده كمان، هيكون معانا ومشرفنا منشد ان شاء الله. مع ظهور الدوله الفاطميه بدا الاحتفال ياخد الشكل اللي احنا اعتدنا عليه لحد النهارده. فكره حلوى المولد، فكره عروسه المولد والحصان، العروسه الحلاوه اللي يمكن اختفت كتير من مجتمعنا، بندور عليها وكانها عمله نادره مش موجوده خالص. بدايه فكره العروسه الحلاوه فيها الحقيقه اكتر من قصه، واللي يدور عليها ما هياش معروفه الحقيقه بالظبط فين، لكن قصص مختلفه منها. مثلا زي في عهد المستنصر بالله لما بعت الجنود بتوعه والجيش بتاعه علشان احدى الغزوات واحدى الحروب، وعدهم ان هم لما لو انتصروا لما يرجعوا هيزوجهم احلى العرايس واحلى البنات. بالفعل هم انتصروا ورجعوا وطلبوا طبعا الحاكم بالجايزه، وفعلا هو جوزهم لاحلى الجواري. السنه اللي بعديها هم بيحتفلوا بهذا النصر، كان في نفس يوم المولد النبوي او في نفس الايام، فصناع الحلوى بدأوا يعملوا عرايس الحلوى لإحياء الذكرى إنه في عودتهم من الانتصار كانوا بيجوزوا أحلى البنات، فبدأت تتعمل العرايس الحلاوة. وسنة ورا سنة بدأ يبقى هو ده في مولد النبي يبقى موجود، أو في الاحتفال بمولد النبي يبقى موجود العروسة الحلاوة والحصن بطبيعة الحال. في قصة تانية بتقول إنه مع بداية الدولة الفاطمية كانوا معز الدين الله الفاطمي كان بيحاول يتقرب من المصريين بطرق مختلفه، فكان في اي مناسبه يبقى فيه الولائم ويبقى فيه الحلويات. فبطبيعه الحال في المولد النبوي الشريف كان صناع الحلوى بيصنعوا حلويات وتوزع على الفقراء وتوزع على المصريين بصفه عامه، فبدات من هنا فكره الحلويات او ظهور الحلويات في المولد النبوي. قصص كتيره منها زوجة الحاكم اللي خرجت يوم مولد النبوي في هودج وكان لابسه تاج وطرحه وشكل جميل، بداوا يرسموها الرسامين وبدات تتنحت على الحلويات ومن وهكذا. لكن في النهايه اللي نقدر نقوله انه ما فيش شك انه الحلويات والعروسه وهذا الشكل من الاحتفالات من العصر الفاطمي، وده اللي بياكده التاريخ انه حتى طول عمرهم كانوا بيحتفلوا بالمولد النبوي بالحلويات، حتى كان ايام احتلالهم المغرب ومن قبل كده. في النهايه احنا دايما المصريين عندنا كده طابع مختلف عن كل الشعوب، بناخد اللي يعجبنا ونسيب اللي ما يعجبناش. يعني رغم انه احنا اتاثرنا بفكره العروسه الحلاوه وفكره الحلويات، لكن احنا فضلنا سنه الحمد لله، لم نتأثر بأنهم أشياء. في النهاية كل سنة وحضراتكم طيبين لكل المصريين. فكرة الحلوى فكرة جميلة حتى لأطفالنا، إن احنا كل ما بيقرب المولد النبوي وبيشوفوا في المحلات الزينة ويشوفوا العرايس ويشوفوا الحلويات بيصلوا على النبي، صلوا عليه أفضل الصلاة والسلام. هبتدي مع حضراتكم أخبارنا قبل ما نبتدي لقائنا مع ضيوفنا النهاردة، طبعا هنتكلم معاهم عن هذا اليوم. خليني أبتدي معاكم بالأخبار. ومن اليوم السابع خلال احتفالية المولد النبوي، الرئيس يمنح وسام العلوم والفنون لثمان علماء لدورهم في دعم الفكر الصحيح.
اعتبر المكرمون في احتفالات المولد النبوي أن تكريم الرئيس لهم تقدير من الدولة للعلم والعلماء يستحق بذل المزيد من الجهد، حيث منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لثمان أشخاص، ست مصريين واثنين من العرب. ومن جانبه علق الدكتور توفيق نور الدين مستشار رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس الجامعة السابق أن احتفالية مصر بالمولد النبوي كانت تحمل رسائل سلام ومعاني تكريم، مضيفا إلى أن خطاب الرئيس بث رسائل مصارحة ومكاشفة للجميع ولمن له فهم صحيح. كما حملت رسائل الإمام الأكبر شيخ الأزهر معاني جميلة توضح نهج المؤسسة السليمة. من جريدة الأهرام، مجلس الوزراء يتطلع للتعاون مع البرلمان باعتباره شريكا أساسيا في العمل. أعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل عن تطلع الحكومة للتعاون الكامل مع البرلمان باعتباره شريكا أساسيا في العمل على تحقيق صالح الوطن والمواطنين ومن خلال ممارسة مهامه الدستورية. وصرح السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن رئيس المجلس أعلن أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من الخطوات التي تعمل على تحسين معيشة المواطن بتقديم خدمة جيدة بتكلفة اقتصادية مناسبة في مختلف المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد والذي سيتطلب التأكد من توافر موارد متجددة له بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن. من جريدة المصري اليوم، قطار كهربائي لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية. تعكف عدة جهات حكومية على إنهاء صياغة الاتفاق الخاص بتنفيذ مشروع القطار المكهرب لربط مدينة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي العاشر من رمضان وبلبيس التابعة لمحافظة الشرقية التي تم الإعلان عن إنشائها في مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادية الذي استضافته مدينة شرم مارس الماضي. هتكون لافتة حضارية وإضافة جميلة لمصر. صورة اليوم، نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أشهر الصور التي التقطت عام 2015 والتي جسدت غرائب وأشخاص ذوي قدرات غير عادية. قام المغامر سام كوسمان بحبس أنفاس الملايين بعد أن قام بتسلق جبل والتقاط صورة ومن خلفه بحيرة من الحمم البركانية وهو يرتدي زي مشابه لزي رواد الفضاء. وفي مشهد أسقط أسطورة أن الأسد أقوى وأشجع الشجاعة، فدفع قطيع من الجاموس البري الغاضب أسدا إلى تسلق شجرة هربا منهم وذلك في إحدى غابات كينيا. سبحان الله قادر على كل شيء وسبحان مغير الأحوال. بكده مشاهدينا تكون خلصت أخبارنا للنهاردة. استأذن حضراتكم نروح لفاصل ونرجع مرة تانية نرحب بحضراتكم وبضيفنا الكرام اللي هنتكلم معاه النهاردة عن سيدنا رسول الله وهذه السيرة العطرة وهذا المولد الكريم. مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة تانية، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. طبعا بسعنا تواصل حضراتكم معنا، التهاني لحضراتكم تحبوا تقدموها لأي حد يكون في انتظاركم ومشاركتكم أيضا معنا في هذا اليوم وفي هذه الذكرى. اسمحوا لي أرحب بضيوفي هنتكلم معاهم النهاردة. برحب بفضيلة الشيخ عيد محمد إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، أهلا وسهلا بحضرتك. وبرحب بالمنشد أستاذ عاشور الكيلاني، أهلا وسهلا بك. كل سنة وحضراتكم طيبين، عاد عليكم يا رب بكل الخير وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. أمين. فضلت الشيخ، هذه الذكرى العطرة وهذه السيرة اللي كل ما بناخد منها بنلاقي ان احنا ناقصنا حاجات كتير، بداية حضرتك بتبتدي هذا اليوم وهذه السيرة بإيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسننه وصار على نهجهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد ورقات الشجر وعدد حبات المطر وعدد قطرات الماء وعدد ذرات الرمال وعدد من صلى على سيدنا محمد وعدد من نسي الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد الله سبحانه وتعالى أني من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأني نلت هذا الشرف وآبائي وأجدادي وأهلي وأحبابي وكل المسلمين الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بالانتساب إلى هذا الدين وهذه الشريعة المباركة. وانتسابنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا من أمته. ولا أنسى ما حييت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها والتي كانت كما يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، والحميراء هنا من إحمرار الوجه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: استيقظت ذات ليلة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو ربه ويبكي. قالت: فما سمعت من رسول الله وما زاد إلا أنه كان يقول: اللهم إني أسألك أمتي أمتي. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل هم هذه الأمة، وكان صلى الله عليه وسلم يخشى على ضياع هذا الدين، ويخشى على أن تضيع هذه الأمة وتذهب يعني سيرتها وأدراج الرياح، وأن يتبع الشياطين، وأن يحيد عن طريقه ومنهجه وسنته صلى الله عليه وسلم. لذا لابد أن يكون كل واحد منا عنده مفهوم كيف يحتفي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم. هل أحتفل بميلاده بمظاهر فقط هي مظاهر، أو أن أشتري الحلوى لأبنائي وأكلها معهم هذا فقط، أم أن الاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتفال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوجب أن أستمسك بمنهجه صلى الله عليه وسلم، وأن أقوم على سنته صلى الله عليه وسلم، وأن أنظر ما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفعله، وما كان يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتهي عنه. هذا هو الأصل في الاحتفال بسيدنا رسول الله. لا مكان مطلقا في ديننا ولا أصل في ديننا مطلقا لرجل يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير مثلا في ما يسمى بالموالد وغيرها، وهو يعصي الله سبحانه وتعالى، لا يصلي، لا يقوم على أوامر ربه، لا يبر والديه، لا يطيع ربه سبحانه وتعالى في جيرانه ولا في أقاربه، ولا يتقي الله في زوجته، ولا يتقي الله في أولاده. احتفالك بسيدنا رسول الله هو أن تضع قدمك في الأثر الذي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه قدمه. إذن المفهوم لاحتفالنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستمسك بحبل الله الذي جاءنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ده الكلام على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد أنت لأمتك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال سبحانه وتعالى أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. صدقت، صدقت الله العظيم، صدقت يا ربنا. الأصل في هذه الأمة وإن أرادت أن تتقدم، وإن أرادت أن تزدهر، وإن أرادت أن تعود إلى كرسي القيادة كما كانت، وأن تعود إلى مكانها ومكانتها التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأسلافه من بعده الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا هذا لابد أن نفعل أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا اليوم فقط ولكن في أوقات حياتنا. نعم. ولذلك رأيي الشخصي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق به أن نحتفل به يوما في السنة. نعم. لا يليق بسيدنا رسول الله، إن الاحتفال بسيدنا رسول الله يكون على مدار العام كله بل العمر كله، أن تسجد لله سبحانه وتعالى سجدة شكر كلما يعني سمحت لك الفرصة أنك من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أجمل أن 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 يكون عندنا إرجاع للفضل إلى أهله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما أنعم الله به على هذه الأمة لم يكن لأمة قبلها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة هذا شرف عظيم لهذه الأمة ومنزلة عظيمة لهذه الأمة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيوضات عليه صلى الله عليه وسلم أنه يسمح له أن يذهب إلى النار فيخرج منها من كان مستمسكا بسنته صلى الله عليه وسلم ومن كان سائرا على الدرب. الذنوب خدته شوية، المعاصي بعدته شوية، ضل عن الطريق قليلا، لكنه في النهاية عاش ومات وهو يحب سيدنا رسول الله. مش حب قولي، ده حب ايه؟ الحب فعلا أن يكون بالفعل حقيقة محبا لسيدنا رسول الله. أنا عايز أتوقف عند هذه النقطة يا فندم، عشان هرجع حضرتك تاني أسألها، يعني كيف يكون داخل النار وهو يحب رسول الله. بس عايزين كمان نتكلم مع أستاذ عاشور والإنشاد الديني، وده كنت حتى بقول في المقدمة أن المصريين كانوا من زمان فكرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بتلاوة القرآن وأيضا بالإنشاد الديني. هل ده حقيقة؟ هل في حاجات كانت معينة حتى عرفها مثلا كانت بيتمسكوا بها المصريين في ذلك الوقت؟ زي ما حضرتك قلتي، احنا الشعب الوحيد بجد في حبه لله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبدع. وكما قال فضيلة الشيخ بارك الله فيه، أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في سلوك يومي أو أسبوعي أو شهري، بل على مدار العمر كله وليس العام. نعم. فكل ما كان الحب لما على شأنه كان حبا حقيقيا. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد على وجه الأرض إطلاقا ما هو أعلى شأنا منه ولا أقرب مكانة لله عز وجل. فحبنا لله وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيختلف من شخص لآخر. يعني في حد بيقدر يعبر عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم في سياق كلمات، في حد بيقدر يعبر عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم في اقتداء بسنة، في مظهر، في طريقة للتعامل. والإنشاد الديني طريقة قريبة جدا للقلب، وكل ما يخرج من القلب يصل إلى القلب. نعم. فأنا أتمنى على الله يا رب أن حبنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون سبب حقيقي لأن احنا نحشر مع من نحب. أمين يا رب. فالمرء يحشر مع من نحب. نتمنى. نعم. على الله أن احنا نحشر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنسمع إيه النهاردة في هذه المناسبة من حضرتك؟ ممكن نبدأ بنور المحرم. تفضل. نور المحرم قد بدا وهلاله حمل الهدى طوبى لمن فيه اهتدى وما
على النهج المبين شهر يتيه على الشهور تعلو لطلعته البدور سيظل في كل العصور رمز الشجاعة واليقين شهر به طه انطلق من غار ثور كالفلق فتبددت سحب القلق وتمزق الكفر العين ربا رباه إليهن الصواب لنزود عن شرف الكتاب فتعود أيام الشباب فتعود أيام الشباب ونسود مثل الله أولي. جميل أحسنت بارك الله فيك ربنا يبارك لك الله يخليك. هرجع لفضيلة الشيخ عيد وكنا هيك قفلنا كلامنا على نقطة هامة جدا وهي فكرة أنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الوحيد اللي يقدر يدخل ياخد حد ارتكب هذه المعاصي لأنه كان يمشي عليه. طب كيف كان الشخص يمشي على قدوة الرسول أو يحب الرسول ويرتكب المعاصي؟ الحمد لله والصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. هناك طائفة تسمى الجهنميون، هؤلاء هم المسلمون العصاة، هو مسلم ومحب لله سبحانه وتعالى ومحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه عصى ربه سبحانه وتعالى. من ذلك ما ورد في الأثر أن رجلا كان يشرب الخمر، كان رجلا سكيرا، فكان يقام عليه الحد ويرجع إلى شرب الخمر مرة أخرى، ثم يقام عليه الحد ويرجع إلى شرب الخمر مرة أخرى. حدث هذا مرارا حتى قام أحدهم يعني وسبه ولعنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبوه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. الله أكبر، شوف رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالعصاة من أمته وحتى المذنبون من أمته صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا بهم وكان رحيما بهم صلى الله عليه وسلم. فكونه صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يسب هذا، قال حتى لا تكونوا عونا للشيطان عليه، لأنه أتذكر أن وهذا حدث واقعي ويعني أخبرت به الناس، أحدهم دخل المسجد ذات يوم يصلي خلف الإمام وفي صلاة الجماعة، وبينما هو يصلي إذ نسي، وهو يعني ممن يضع نغمة أغنية مثلا أو كذا في جواله وهاتفه، فرن الهاتف في أثناء الصلاة. بعد أن انتهى من صلاته قام عليه المأمومون والمصلون قالوا كيف تفعل ذلك وكيف تترك تليفونك مفتوح وصوت الأغاني والمزيكا والموسيقى وكذا وكذا، وقامت عليه الدنيا ولم تقعد. وقام الإمام ففعل الواجب معه أيضا، خلاص من تبكيت وتوبيخ أمام الناس. ماذا حدث للرجل؟ الرجل يعني أنف أن يدخل المسجد مرة أخرى، ولأنه تعرض لموقف محرج. يعني أيها الإمام وأيها المأمومون، أما سمعتم أن رجلا بال في قبلة المسجد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وحينما قام الصحابة ليؤذونه قال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تذربوه بولته لا تقطعوا عليه بولته، وثبت علميا بعد ذلك أن يقطع على أحدهم وهو يتبول أنه يصيبه بأمور مضاعفات خطيرة للغاية. تخيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هنا يعلمنا أمر
فين الرحمة وفين اللين وفين الشفقة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده الكلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عاتب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عبس وتولى في وجه أعمى. عبس صلى الله عليه وسلم في وجه أعمى عبد الله بن أم مكتوم، يعني مش واحد كمان شايف النبي وشايف تعبيرات وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده عبس في وجه أعمى، يعني أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. وكان ليس لأمر في نفس رسول الله إلا لأنه يريد أن يدخل هؤلاء العمالقة والجهابذة والصناديد، صناديد الكفر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث إليهم لعل واحدا منهم قلبه يميل إلى الإسلام فيؤمن من معه ويؤمن من خلفه من قومه وعشيرته. تخيلي والله يعاتب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاتب رسول الله في عبد الله بن أم مكتوم، فما بالك بهذا الذي دخل يصلي فقاموا عليه الرجل، يعني وبخ وبكت بما لا يدع له مكانا أن يدخل المسجد مرة أخرى، أحرجوه. نعم. ذهب إلى قفيع ومقهى على ناصية الشارع الذي فيه المسجد، خلاص. وبينما هو كذلك إذ تعثر فيما يسمى بالشيشة أو كذا، فتعثر فانكسرت ووقع طبق الفحم الذي كان فيه. تخيلي ماذا قال صاحب المقهى؟ قال فداك ألف مثلها، لا يهمك. أصبح زبون دائم في المقهى وأصبح لا تخطي قدمه المسجد. هذا المثل، يعني هنا هو مخطئ وعنده كذا وكذا، دائما نصلي نتكلم عنه، لكن أتكلم عن الأسلوب والمعنى. هذا عاصي الذي يستوجب، كما سئل رحمة الله عليه الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه معلمنا وشيخنا الكبير، لما سئل ماذا تفعل وماذا تقول، يعني واحد بيسأله ماذا تقول في اني بشوف واحد ما بيصليش، لا يقرب المساجد ولا يصلي، اعمل معاه ايه؟ قال خذ بيده الى المسجد، تفضل وراه لحد ما ايه ما يدخل، ما تقفش بقى تقول له انت كافر وانت كذا وانت كذا وانت كذا، ما هيقنف منك اكتر. نعم. خلاص. اذا منا المنفرين، منا من يكون عوامل هدم وعوامل صد لان يتبع الناس دين الله سبحانه وتعالى. حينما يتحدثون عن داعش مثلا، هذه الأسطورة الخيالية التي صنعها الغرب، نعم. تمام، وشكلوها ويريدون أن يشوهوا بها صورة الإسلام. هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا، من قال أنهم مسلمون؟ من يقتل مؤمنا ليس مسلما، ومن يقتل معاهدا ليس مسلم، ومن يخرج بهذا المنظر ليقتل الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ ويسعى في الأرض فسادا ويسعى في الأرض بغيا وإفسادا، هذا ليس مسلم، من قال أنه مسلم؟ لا تلصقوا بالإسلام من ليس منه، ولا تلصقوا بالمسلمين من ليس منهم. صحيح. هذا هو الأصل. فهؤلاء ليسوا صورة أصلا مشرفة للإسلام ولا يمت للإسلام بصلة. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتشفع صلى الله عليه وسلم، هو بالمعنى إجابة بقى على سؤال حضرتك الأول، هو كيف هم في النار طب هو النبي هيشفع لمين؟ هيشفع لأهل الجنة ولا هيشفع لمن كانوا في النار؟ نعم. ها؟ يبقى يشفع للمذنبين من أمته الذين دخلوا النار، ها؟ ثم بعد ذلك يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار ويغمسون في ماء الحياة ثم يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. أمين يا رب. اللهم اجعلنا جميعا من الرحماء يوم هذا. أمين. هذا اليوم. أستاذ حضراتكم نتابع مع السادة المشاهدين تقرير خاص بهذا اليوم الكريم. لو اتبعنا جزء بسنة المسلم هنبقى والله أحسن الأمم لو اتبعناها، لكن للأسف الشديد احنا بعيد خالص عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال به، الاحتفال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم او احتفال بولد النبي صلى الله عليه وسلم، مش انا اجيب الحلوى واقعد واخرج واعمل اكل واعمل شرب، لا، احتفل به ان انا احيي سنة ولو سنة واحدة، ومن احيي سنة قتل بها بدعة. من نشتري حلاوة المولد، تمام، وبعدين بنشوف العروض بتاعة العمر عشان نشتريها ونعملها. اكيد طبعا الاهل والحلاوة والاولاد مع يعني تجيب الحلويات مع الاولاد وتدعي بقى طبعا على قد ما تقدر. وفي ناس بتصوم، بس يعني في ناس بتصوم اليوم ده احتفالا بمولد النبي، والنسبة الغالبة بتجيب الحلويات وتاكلها مع في الاسرة بتاعتها. الاحتفال بمولد النبي والله هم يقول لك لا الصحابة احتفلوا به ولا النبي عليه الصلاة والسلام احتفل به، ناس يقول لك دي بدعة وناس يقول لك دي مش عارف ايه، لان احنا كجرة العادة يعني ليلة القفلة بتاعت المولد تاخد علبة حلاوة تمشي بها البيت
كل سنة وانت طيب. مولد النبي احنا بنحتفل فيه لكل العيلة، حتى وفي الوقت هذا كنا بنروح للناس كلها، وكنا بنروح لأهلنا وأهلنا وندور دور ندور، لكن ساعة ما طلع التليفون اللي هو المحمول دلوقتي كل واحد مشغول وكل واحد بيحكي في قلب التليفون بيعيد عليهم في قلب التليفون، لكن في الوقت الحاضر هو ده مرضي النبي بيحتفلوا بيه، لكن حاليا عشان يروحوا ويجوا دول ودول لا ما فيش في الوقت الحاضر ده. بتبقى مناسبة كويسة ان احنا نعيد على اهالينا وعلى اصحابنا، وطبعا مع مشاغل الحياة فاهمني، بتبقى فرصة كويسة ان الناس تتصل ببعضها تطمئن على بعضيها. كل قرايبنا طبعا وحبايبنا ما فيش مشاكل، بس العادة المصرية المؤكدة الحلاوة، حلاوة المولد ومش حلاوة المولد، دي العادة الأساسية بالنسبة للمصريين يعني موضوع الحلاوة ده شيء أساسي يعني. لا أنا عايز على كل المسلمين والأقباط كويس، واحتفالات دي النبي مولد النبي طبعا زي ما سمعت كده طبعا دي أحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع أوامره ده، وطبعا عايد على كل المسلمين والأقباط وكل المصريين. بتقولوا على التقرير اللي سمعناه وعلى رأي الناس في هذا اليوم؟ طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بالذات المصريين يعني العرب عموما والمصريين خاصة لهم تعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق غريب جدا، صحيح، لدرجة حتى وانا يعني وانا في الطريق اليكم يعني تذكرت موقف واحد بيشد مع واحد يعني فبيتكلم معاه بشيء من الله وارتفعت الأصوات والدنيا يعني الشيطان دخل زي ما يقول. نعم. ووقت الغضب تجد الشيطان ينفخ في أنف أيوه. ابن آدم حتى يعني يشعل النار بينهما. نعم. فواحد قال ما تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده، فكل الناس لقيت كل الأصوات هديت ولقيت كل ولي اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي رسول الله. الشاهد انه احنا لينا تعلق جميل جدا وعميق جدا بمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه حتى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفنوا في مصر، فده وطد العلاقة أكثر صحيح. بيننا وبين آل البيت ومحبة آل بيت سيدنا رسول الله، وما سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا المودة في القربة. نعم. أن نود هؤلاء طبعا بما لا يكون فيه مخالفة شرعية، مثلا أن نتمسح في الأعتاب أو أن كذا ولا كذا، هذه الأمور التي يعني لا يصح فيها القول. فبنقول أن الحب الجوهر فيه إيه؟ هل أنا مثلا لما أجي أقول لأخي مثلا أقول له والله أنا بحبك مثلا وكل أفعال اللي أنا بأفعلها عكس كذا بخلاف ما أقول، نعم، يبقى تعصى الإله مثلا، هذا بالقياس تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا العمل في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يبقى الفكرة إن أنا لما أكون بحب حد بأعمل الحاجات اللي بتحبه اللي بيحبها اللي بتقربنا من بعض اللي بتصل الود بيننا، لا أن أقطع العلاقات وبعدين أدعي كذبا أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت فعلا تحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعل ما يحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقول أني أحب رسول الله وأفعالك تخالف ذلك. الفكرة طبعا الآراء اللي سمعناها هو ده الشعب المصري بفطرته الجميلة والبسيطة، فكرة حلوى المولد، هل ناكل حلوى المولد ولا ما ناكلهاش، كلوا من طيبات ما رزقناكم ما تاكل، هي الفكرة احنا ليه بناخد ظواهر الأمور، يعني ليه بنمسك في ظاهر القول تمام ونشوف باطنه ايه. يعني انا النهاردة لو جيت مثلا في اي مناسبة اخرى وجينا تحدثنا عن الإسراء والمعراج، تحدثنا عن تحويل القبلة، تحدثنا عن فتح مكة، تحدثنا عن كذا في المناسبات المتعددة، هل معنى كده ان انا بعمل حاجة ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لبالك ان في إشكالية خطيرة جدا، لابد ان تستثمر الأيام المباركات لتذكر الناس بما فيها، صحيح، لابد. ربنا قال وذكرهم بأيام الله، طبعا مع التحفظ على انه ممكن حد يعمل حاجة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم باسم ان انا بحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم او بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم،
يا أستاذة إن الله سبحانه وتعالى لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى احتفل الله سبحانه وتعالى بقدوم سيدنا رسول الله إلى المسجد الأقصى جمع له كل الأنبياء. نعم. واحتفل الله بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى. نعم. أن مر على كل الأنبياء وسلم على كل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. واحتفل الله سبحانه وتعالى بسيدنا رسول الله أن وقف على بساط عرش الرحمن وكلم الله سبحانه وتعالى. دون الحدود. إذا الفكر هنا أنه لا تنكر على من يحتفل بدون مخالفات شرعية. ما تقولوش لا نبي ما عملهاش. يا سيدي إحنا فين يعني. أنا النهاردة لما أجي مثلا معلش مع كل احترام وتقدير مثلا يقول لك واحد من الناس يقول لك ما تقولش سيدنا محمد يا عم. أقول له ليه يا عم حاج؟ ما تقولش حضرة النبي, أنت قول محمد بس. فأقول له طب ليه يا عم, يعني إيه الإشكالية؟ يقول لك حاجة. وبعد شوية خلاص ما تديش يعني هو النبي طلب كده وهو ده الأصل فينا. طب حاضر ماشي. فأسكت شوية وبعدين يدخل واحد بقى رئيسه في الشغل أو واحد صاحب مصلحة زي ما عليك وزي حضرتك وزي سيادتك وزي, يعني أنت قبلتها على البشر ولم تقبلها على سيد البشر صلى الله عليه وسلم. يا أخي في حاجة اسمها الأدب. صحيح. الأدب مع الله والأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نستحي فين الحياة؟ نعم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد منهم يقول إني لأستحي أن أرفع نظري أطيل النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحياة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, حياء وأدب. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله أكبر. في حالة من الأدب, في حالة من الأدب. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فين الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا يعني أزعم أني أتمسك بالسنة وأني أتمسك بالثوابت الشرعية وأنا بعيد كل البعد عن تقديم الفضل لسيدنا رسول صلى الله عليه وسلم بما يليق بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطبه الله مرة في القرآن خطابا مباشرا وقال له يا محمد, مع أن الله قال يا موسى إنني أنا الله. إذ قال الله يا عيسى بن مريم, تحدث عن سيدنا هارون هكذا. لكن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثه الله حديثا مباشرا ولا نداء إلا وقال له يا أيها النبي إذا طلقتم النساء, يا أيها النبي لما تحرم, يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا, يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن هنا الله سبحانه وتعالى بمقامه العظيم ما خاطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيا أيها النبي ويا أيها الرسول. لفظ محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ما ورد في القرآن الكريم إلا في أربعة مواضع والكلام لم يكن موجه لسيدنا رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول, وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذن الموقف هنا يستدعي أن أقول تريث يا كل من لم يتحدث عن رسول الله بأدب ويا كل من لم يعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى العلماء يعلموك وارجع إلى أهل الدين الحقيقي يعلموك كيف تتكلم عن سيدنا رسول الله. وبعدين نزعل لما واحد من الدنمارك ولا واحد مش عارف منين يتكلم ويتطاول على مقام سيدنا رسول الله. كلا وحاشا وألف كلا أنه لن ينال من مقام سيدنا رسول الله والله قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. هل بعد تكريم الله لحبيب محمد تكريم؟ نعم. هل بعد تشريف الله لسيدنا رسول الله تشريف؟ نعم. إن الله سبحانه وتعالى ما رفع نبي من الأنبياء إلى مقام العرش إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كله دي كلها مؤشرات تأخذك إلى أن تجلس بأدب, وحينما تتكلم عن سيدنا رسول الله تتكلم بأدب, وحينما تنقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل بأدب. ولذلك حتى شوف الأدب في أنك تنقل عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تتجنب أو تنقل كذبا, من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خلي بال حضرتك لو تفتكر الجملة اللي حضرتك علقت عليها, النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج ناس من النار يقول يا رب إنهم من أمتي, فيخرج كل من كانت يعني إيه ذنوبه تستدعي انه يعذب قليلا ثم يخرج كما قلت ويغمس في ماء الحياة ثم يدخل الجنة, الا اناس
يستشفع فيهم سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب إن هؤلاء من أمتي. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فلذلك حديث الشفاعة مثبت، محدش يقدر ينكره، أن الأمم كلها تذهب إلى سيدنا آدم، يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى نوح، اذهبوا إلى عيسى، اذهبوا إلى حتى يقول اذهبوا إلى سيدنا محمد، اذهبوا إلى محمد. ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن ساجدا يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة لمن تشفع بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجيبه الله سبحانه وتعالى: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هو عزتي وجلالي، لقد قسمت القيامة بيني وبينك أن تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. إلا أناسا قال الله لسيدنا رسول الله: يا حبيبي يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ما أحدثوا يعني إيه؟ يعني خرجوا عن طريقك يا محمد، ما عملوش اللي انت قلت عليه، هم اخترعوا أمور أخرى تخرجهم من هذه الملة وتخرجهم عن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول الفئة الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع لهم. ليه؟ لأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا. لكن ما تجيش ما تقول لي أصلا حلاوة المولد دي ما كانش موجودة على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال لك إنها لو كانت موجودة كان النبي أكلها؟ يعني كان يعني عايزين نترفع بقى طبعا. نكبر عن الكلام ده، بلاش بقى ندخل في 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 كلام ويجي. طب ما هو يا اخي الطياره ما كانتش موجوده على ايام سيدنا النبي، وما كانتش العربيه على ايام سيدنا النبي، كل التطورات اللي موجوده مش موجوده على ايام سيدنا النبي، هنرميها؟ نقول لا 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 ماليش دعوه عشان مش موجوده على النبي. يا اختي الكريمه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في امر تلقيح النخل استشار النبي صلى الله عليه وسلم استشاره، فهو اجاب بصفته البشريه، مش انه بقى نبي ووحي وينزل بصفه بشريه يفعلوا كذا. فما ما طلعتش الوصفه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر يعني فكره طيبه، يعني مش فكره تجني. فلما عرض الكلام على سيدنا النبي قال: انتم ادرى بامور دنياكم، امور الدنيا دي انتم ادرى بيها اعملوه. لكن لو سالوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربنا بقى انه يفتي يعني يفتيه في هذا، كان هينزل نص صريح في القران الكريم: الى قيام الساعه يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس، يسالونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير، يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير، يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء، يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. اذا الموقف هنا انه طالما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه ايه فكره انه يا رب سئلت في كذا، ما الاجابه في هذا يا رب؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه الوحي فيخبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بما ايه بما يريده رسول الله او ما سئل فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الامور الدنيويه يعني حطوها في موضعها، صحيح نرجو ذلك، نرجو ذلك. وبعدين سيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني مليئه وعطره بكل ما يجعلنا نقف على أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أمر شرعي واجب النفاذ واجب القول بأنه حرام، الرجل الشاب الذي جاء إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله رخص لي في الزنا، اللهم عافي أمة المسلمين يا رب، أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يا رب، قال رخص لي في الزنا يا رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هاجت على هذا الرجل يريدون أن يقتلوه، إزاي تيجي قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له خليني اسمح لي أن أنا أزني؟ فأم جابه صلى الله عليه وسلم برفقه كده وقال: أدنه تعال هنا أعد هنا. أعد قال: أدنه من؟ قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم؟ قال: لا فداك نفسي يا رسول الله ما رضوش لهم. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، يعني أنت إزاي ترفضه على أمك وتقبله لغيره؟ قال: صدقت يا رسول الله. أترضاه لأختك لابنتك لعمتك لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله. فيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى الجمال والعظمة والرحمة اللي في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يجيبه كده ويقربه منه ويضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم يده الشريف ويقول: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. انتهى. قالوا: فما عصى الله سبحانه وتعالى بعدها أبدا. هي حاجة في نفسه نطق بها قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله أنا عايز كذا، نفسي تميل إلى كذا، خلاص شيء يحدث به نفسه. قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي علق له المشنقة؟ ها ولا افهم بقى الناس؟ انا النهارده عايز اقول رساله مهمه جدا، كل الناس الملتزمه خلاص او كل الناس اللي بيتوسم فيهم الالتزام، ارجوك لما تيجي تنصح حد
في أمر أنت شايفه مخالف في أمر من أمور السنة، أو شايفه بعيد عن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في منهج من المناهج، تبع سنة النبي في التوصيل، الله يرضى عنك، يبقى الأصل أن تتبع سنة رسول الله في كيف ترده عن ذلك الخطأ. ما تبقاش أنت بقى بتدعي أنك تحافظ على السنة وتحافظ على تعاليم سيدنا رسول الله وتعاليم الدين وأنت في تطبيق ده أصلا ما بتعملوش، صحيح، بما يدع مجال للشيطان أن يدخل بينك وبين ذلك المتلقي أو المخالف للسنة، فيقوم يعمل إيه؟ يزيد في 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 الأمر بتاعه، لأنه أنت إزاي بتقول لي النبي وبتقول لي النبي قال، وأنت أصلا بتتكلم بأسلوب مش كويس، أسلوبك مش كويس، طريقتك مش كويسة، تفصيلك للمعلومة مش كويس. إذن هذا ما نحتاج إلى إعادة النظر فيه، خاصة من كل من يتوسم فيه الالتزام، وأقول كل الملتزمين، كل الناس حتى الملتزمين منهم ليسوا ملائكة، هم بشر، وخطأون، وخير الخطائين التوابون. والمرأة على زمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت امرأة، يعني تعتبر من زمان النبي، وكل من رأى رسول الله يسمى صحابي، دي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمان الصحابة زنت وجاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب أن يطهرها، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد بعد إيه؟ شوف رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد إيه؟ بعد ما قال لها حتى وضعت تضعي، حتى تفطمي، حتى يأكل. ويجي تيجي بقى بالولد وهو مسك كسرة الخبز وجايب الولد كده ودخل على سيدنا النبي، دخلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام عليها الحد. يقوم سيدنا خالد بن الوليد وهو بيضربوها كده بالحجارة شوية دم منها، لما أقيم عليها الحد حد الرجل جمع على ثياب سيدنا خالد بن الوليد، يعمل ايه سيدنا خالد؟ سبها سيدنا خالد، سبها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتسبها يا خالد؟ والله إنها تابت إلى الله توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، تابت إلى الله. وهل هناك أفضل من أن جادت بروحها لله؟ نعم. تريد أن تطهر نفسها؟ نعم. إذن لابد أن يكون هذا هو الأصل فينا، أن نوصل سنة رسول الله بطريقة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أستاذ عاشور، دايما المناسبات الدينية بترتبط أكثر بفكرة الإنشاد وبهذه الروحانيات، الناس حتى بتبقى بتستقبلها وبتسمعها بشكل مختلف عن أي وقت آخر، وخاصة لما يبقى يوم زي هذا أو في الأعياد وتستمع إلى أناشيد دينية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سيرته، عن مولده، عن يتمه، عن مواقف حياتية خاصة به، بتأثر في مشاعرنا كثير. هل المؤدي كمان بيتأثر بهذا التأثر؟ أكيد. أنا دلوقتي وأنا بستمع لفضيلة الشيخ، نعم، الله أكبر، ربنا يبارك له، رب ما شاء الله عليه، شعر بدني وكتو عن أدنى يعني، فالكلام عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يتأثر به كل من سمعه، نعم، سواء المتلقي أو المرسل أو هو خير خلق الله، نعم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب نستمع لحاجة منك. يا أمة النبي الهادي المصطفى، يا أمة النبي الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله لو كنا نعامل بوفاء، متنا عليه حسرة وتلهفا، حتى نؤدي حقه المحتوما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. لما ترعرع جاءه الملكان لتصطفيه حكمة الرحمن،
فأخرج القلب العظيم الشاني منه ثم عاد سليما. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا المحامد هذا المحامد والمدائح أحمد. وبكت منابته وبكت منابته وبكت منابته وطاب السؤدد. بوركت يا خير الأنام محمد يا من يا من يا من يا من خلقت مكرما وكريما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه لتسلموا. صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه أفضل الصلاة والسلام. نشكركم. في حاجة تانية نحب نختم بيها عشان احنا وقتنا خلاص تقريبا خلص. في حاجة ممكن نختم بيها ولا احنا تعبناك النهاردة؟ والله أبدا. عمر حب سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. أنا بحيي الحقيقة على يعني الأداء الإرضاتي جدا والصوت الشجي الجميل. يعني صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يزيدك وأن يعلمك يا رب إن شاء الله ما تنفع للناس إن شاء الله بإذن الله تعالى. حاجة مشرفة جدا وسعدت جدا ما شاء الله بلقاء يعني ما شاء الله جزاك الله خير. احنا كمان سعدنا بحضرتك فضيلة الشيخ عيد محمد إسماعيل علماء الأزهر الشيخ نورتنا. كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة وكل الأمة الإسلامية طيبة. بنتمنى يا رب النهاردة رسالة حضرتك أرسلتها يعني رسائل صغيرة لمن يرى ومن يشعر ومن يستشعر هذا الكلام بالتأكيد هيكون وصله بشكل قوي وننفذه مش بس نوصله. بريد والله وأقدم اعتذارا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد تكلمنا في جنابه وفي حقه صلى الله عليه وسلم ونحن لسنا أهلا لذلك. فأقول عذرا رسول الله إن قصرت في وصف. فوالله إن جمالكم لم يصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو ماء البحار بجمعها كان البداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان ظل يكتب من البداية بالنهاية في وصف طه ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرف. يكفيه شرفا وفخرا أن البدر يخسف نوره ونور محمد لن يخسف. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. عليه أفضل الصلاة والسلام. أستاذ عاشور الكيلاني المنشد أنا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يوفقك ويبارك لك يا رب إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة طيبين وكل سنة وكل سادة المشاهدين كل الأمة الإسلامية وجميع المصريين بألف خير يا رب. كل سنة وحضراتكم طيبين وبشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.